السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن. تقييم الأداء دياله في الدور الأول من الشان، كيفاش لعب والطريقة اللي كان كيعتمد عليها وكل ما يتعلق بالمنتخب الوطني في الدور الأول. السلام عليكم وتحياتي للجميع. من بعد ما انتهى الدور الاول من كاس افريقيا للمحليين، خصوصا مباريات ديال المنتخب الوطني المغربي، كنشوفوا بان المنتخب لاول مره منذ زمن بعيد او المرات القليله اللي كنشوفوا المنتخب تاهل من دون اللجوء الى الحسابات. المنتخب الوطني لعب مباراة الاولى امام منتخب موريتانيا واستطاع انه يفرض الوجود ديالو، ربح ب 4-0، وكذلك في المباراه الثانيه بنفس العناصر واستطاع انه يربح امام غينيا 3-1، والمباراة الثالثة المنتخب الوطني تعادل مع منتخب السودان. كما شفنا جمال سلامي في المباراة ديالو امام منتخب السودان دخل على اساس انه يعطي فرصة للاعبين اللي ما كانوش كيشاركوا في المباريات السابقة، باستثناء اللاعب نايف اكرد اللي دخل في المباراة الثالثة كذلك بحكم انه لعب في المباراة الاولى والثانية والثالثة. جمال السلامي بغى يريح اللاعبين الرسميين اللي كيعتمد عليهم في لاليست ديالو، وخلاهم انهم ياخذوا واحد شويه يسترجعوا واحد شويه اللياقه البدنيه وترجع لهم ديك التراوه البدنيه اللي نحتاجوهم في الدور الثاني. ان شاء الله المنتخب الوطني غادي يمشي للمباراه ديالو في ربع النهائي، غادي يلعب ان شاء الله مع منتخب ناميبيا. المنتخب الوطني غادي يكون على ميعاد وعلى محك حقيقي في الدور ديال الربع النهائي. كما كنعرفوا ما عندكش فرصه انك دير خطا، يعني خصك تفرض اللاعب ديالك والطريقه اللي كيلعب بها المنتخب اللي كيعتمد عليه جمال سلامي ديال 4-2-3-1. شفنا حتى في المباراه الاخيره امام السودان باش تعادلوا ب 0-0 نفس التكتيك اللي كيلعب به جمال سلامي بالفريق الرسمي هو نفسه لعب به بالفريق الاحتياطي اذا صح التعبير. المنتخب الوطني في المباراه الثالثه امام السودان كانوا بعض النقاط اللي كانوا ايجابيين وبعض النقاط اللي كانوا سلبيين. شفنا اللي شفنا بزاف هو انه كانوا بزاف ديال لي ديشي في الوجود. المنتخب الوطني الطريقه اللي كان كيلعب بها مع الى الحافظي كانت 4-2-3-1 غدا مع نفس التكتيك اللي كيصلح للاعب ديال الحافظي، يعني لاعب 10 صانع العاب من هذاك الطينه كيصلح له هذا السيستيم دوجو، يعني انت كدير لاطاك بلاصي، انت اللي كتحتم على انك تبني الكره وتخلي الفريق الخصم يلعب لك الكونتر لاطاك، انت اللي كتحكم في زمام الامور. شفنا منتخب السودان خصو انه يربح المنتخب الوطني باش يضمن الصداره في المجموعه الاولى ويبقى في ملعب الدار البيضاء، لانهم خداو الثقه وخداو لي غوبير اللي كيلعبوا بهم في الملعب ولفوا ويلعبوا في مركب محمد الخامس. المنتخب السوداني عوض انه يدخل خرج يلعب الكره مع المنتخب الوطني وهو اصلا مؤهل ما عنده ما يخسر، شفنا الفريق دار البلوك با، يعني دافع حدا الشباك ديالو يسايل المنتخب الوطني يجي عنده وهو يلعب لي كونتر لاطاك، وكذلك السلامي اللي ما بغاش يغامر وما بغاش يخرج عند لاعبي عند الفريق ديال السودان واحتفظ بليزاريير، يعني الظهير الايمن والظهير الايسر ما كانوا ما كيطلعوش خاصه في الشوط الثاني. كنشوف السلامي انه كيهضر مع حمزه السمومي كيطلب منه ما يزيدش بزاف، يعني المنتخب الوطني كان مامن انه على الاقل نقطه واحده اللي كتخول له البقاء في الدار البيضاء. شفنا المنتخب الوطني دخل بالتشكيله هذه اللي امامكم، في المجمل ديالو تقريبا 90% ديال المتغيرات اللي كانوا في الخطه باستثناء لاعب واحد اللي كان هو نايف اكرد اللي حضر في هذه المباراه وحضر في المباريات السابقه. شفنا انه بغى يريح بعض اللاعبين ويعطي تنافس للاعبين اخرين، هذه مزيانه من جهه انك كتكسب لاعبين كيدخلوا في التنافسيه، ومن جهه اخرى كتخلي اللاعبين كيرجعوا الثراوه البدنيه ديالهم لمباريات اخرى. شفنا بزاف ديال الاعيوب وبزاف ديال الديفوات ما بغيناش نرجعوا عليهم باش ما بغيناش نديروا واحد النقد ولي كريتيك بزاف، خلينا حتى الاختتام وديك الساعه نديروا تقييم اجمالي لاداء المنتخب الوطني في الشان. على العموم المنتخب الوطني كان في حاجه لنقطه واحده باش يتصدر المجموعه باش يبقى في الدار البيضاء، وحتى اللاعبين ديال المنتخب الوطني من الاحسن ليهم يبقاو في الملعب ديال المركب محمد الخامس
بالدار البيضاء، لان اللاعبين كل ما زادوا لعبوا في التيران كثر كل ما كيستانسوا به كثر، وكل ما استانسوا به كثر كتكون عندهم ديك السرعه فعاليه، كتكون عارف الاماكن اللي كتكون فيهم عندك نقطه القوه والاماكن اللي كيكون عندك فيهم نقطه الضعف، رغم انه ملعب واحد ولكن الناس اللي كيكونوا يلعبوا الكره كيعرفوا هاد الحيتيات بزاف، واللي بتي ديتاي كيلعبوا في الكره بشكل كبير. شفنا حنا يا زكريا حدراف وايوب الكعبي، ولو دخلوا حتى الدقائق الاخيره اللاعبين عارفين الملعب عن قرب، خاصه زكريا حدراف اللي كيلعب فيه مع فريق رجاء، دخلوا عطانا بزاف ديال التمريرات العرضيه اللي كان يقدر المنتخب الوطني يجيب منهم هدف في المباراه. ضربه الجزاء اللي كانت نقطه تحول المباراه، يعني كوس ماركاس كان غتعطينا مباراة أخرى يكونوا فيها بزاف ديال الأهداف بحكم أن السودان خصو يخرج، ملي ما تماركاتش منتخب السودان خدا ثقة أكثر، خاصة الحارس المرمى ديالهم خدا ثقة أكثر واستطاع أنه يوقف سدا مانعا لهجمات الأسود. على العموم شان في الجولة الأولى بما يخص المغرب فقط، ما بغيتش ندير تقييم المنتخبات الأخرى، على العموم متوسط إلى جيد في بعض الأحيان. شفنا ان المنتخب الوطني قنعنا في المباراه الاولى امام موريتانيا، واكد الاقناع ديالو في المباراه الثانيه امام منتخب غينيا، في المباراه الثالثه نقدروا ناخذوا واحد شويه ديال الارتسامات على بعض اللاعبين، نكونوا واقعيين. حمزه السمومي ما عطاش اضافه، زكريا الهاشمي اللاعب الان ما عندوش فورم، يعني اللاعب فاقد الجاهزيه ديالو بهذا لو تيرم، هذا اللاعب اللي كنتمنوا انه يعطينا الاضافه في المباريات القادمه. عندنا هو النهيري اللي كيعول عليه حاليا جمال السلامي، وبالتوفيق لهذا اللاعب اللي عنده قامه طويله اللي كتقدر انه تعاونه خاصه امام لاعبين افارقه اللي كيكون البنيه الجسمانيه ديالهم كتكون عندهم بنيه جسمانيه قويه. كنتمنوا اللاعبين انهم كاملين يكونوا في الجاهزيه ديالهم، ونتمنوا صالح الدين السعيدي يرجع لانه عنده واحد شويه ديال الاصابه كيشكو منه واحد الالم، كنتمنوا انه يرجع. وعبد الى الحافظي طبيب الفريق عطى 10 ايام، من المستحيل اننا نشوفوه في الربع النهائي، ولكن في النصف النهائي ان شاء الله، وفي النهائي لما لا نقدروا نشوفوا عبد الى الحافظي اللي عنده واحد الفعاليه كبيره على وسط الميدان الهجومي للمنتخب المحلي. اذا كان هذا هو التقييم الاجمالي لمباريات المنتخب الوطني المحلي في الدور الاول. كنتمنوا ان المنتخب يزيد قناع الجماهير ديالو اللي التفت من حوله وتجمعات، وكان ديك قبل من الشان كانت ديك الحمله ديال مقاطعه الشان، ولكن في الاخير كنشوفوا ان المغاربه كلهم كيتجندوا ملي كيكون المنتخب الوطني غادي يلعب. الغيره والحب للجماهير المغربيه للمنتخب الوطني كينسيهم في جميع الخصامات وجميع المشاكل اللي كيعيشوا، خاصه فريق الرجاء والوداد الذين يعيشون في أسوأ حالتهم. الرجاء نعرف قصتهم مع المكتب المسير بقياده رئيس حسبان، وكذلك الوداد الجهاز والطاقم التقني الذي اقيل بقياده الحسين عموجه. بالتوفيق لكلا الفريقين، وبالتوفيق لجميع فرق المغربيه، وبالتوفيق لاسود الاطلس في هذا الشان. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. بلاتي بلاتي بلاتي، الى كنتي اول مره غادي تشاهد القناه ديالنا والفيديو ديالنا، دير ابوني وفعل الجرس باش توصل بجميع الفيديوهات اللي كنديرو، والى عجبك هذا الفيديو ولا فيديوهات سابقه ما تنساش جيم داعما لنا، وكنتمنى انكم تكونوا في احلى الوقت ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله. لانهم استأنسوا عفوا لانهم استأنسوا لانهم سن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.